شكرا لك لطفي، حنتعرفوا على موضوع جميل جدا، حنتعرفوا على فن تزيين الملايا في الفقرة الجديدة اللي دخلت برنامج صباح الشروق، فن ثقافة التزيين مع سيدة كوميا ياسمين بعد هذا الجينجل. إذن فن ثقافة التزيين، هذه هي الفقرة الجديدة اللي دخلت على برنامج صباح الشروق. طبعا لك سيدتي اليوم حتعرفي مع السيدة ياسمين على كيفية تزيين المرايا. أول شيء صباح عليك بالخير سيدة ياسمين، هلا وسهلا. صباح النور، تعيشي، شكرا. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. إذا إن شاء الله على المحبة نجتمع ونلتقي، فيا شمس الشروق أنيرينا واشرقي، لنا زاد جمالا ورونقي، ونلتقي إن شاء الله. نلتقي إن شاء الله يا رب، وشمس الشروق تبقى مشرقة بكل ضيوفها أيضا. يعطيك الصحة السيدة ياسمين. إذا حنقدموا لهم كما قلتي صينيات المرايا اللي حتحتاجها المرأة ربما في تزيين كما نقولوا حنا طاولات تاع العطور ديالها لاكوافيز، ربما يجيها هكذا عرس ولا فرح سوربخي هكذا باغ سوربخيز، تقدر تديها كهديه للعروس ولا وربما تنجد حتى مشروع مصغر ليها. تبدا يعني بتزيين المرايا، تبدا بادوات جد بسيطه، مرآه وبعض الادوات، بعض اللوازم اللي تشريها عند بائع تقدر من لوازم الاكسسوارات يعني تشبح بها. فوالا كما احنا نقولوا هناك انواع كثيره، يعني كاين انواع كثيره منها. اليوم شنو نقدموا لها؟ واش نقدروا نقدموا لها حاجه في السامبل كما هاد لي بلاطو هادو سامبل، تقدر تقوم بهم يعني كخطوه ابتدائيه يعني كمبتدئه. احد ما شحت توضع فيها بزاف لوازم، ربما حتزينها غير بلي بواني هذوك اللي تشدهم بها لي بي ولا عقيقشات من تحت ولا يعني اشياء بسيطه مبسطه يعني حلقه اولى للفقره. يعني اخترتي ملايا باشكال مختلفه، دائريه مستطيله ومستطيله حسب الرغبه. يعني حتحتاج للعقاش ربما بعد الازهار للتزيين، الحاشيه، لوازم اللي حتصيبهم يعني متوفرين عند اللي يبيع لوازم الخياطه. فوالا هادو ورود. فوالا تتحق لك سيدي السيده باش يشوف برك الزميل. فوالا عقاش ايضا تشوفوا مع بعض. فوالا يبقى حسب الاختيار، هادو اللي ديريهم من تحت. فوالا سي لي بيي هادو. دونك اوكي، هذه حتشوفوا معنا ان شاء الله في فقره ثقافه فن التزيين. حنقول لك برك بلي هذا عباره عن فن، لان كل حاجه متعلقه بالشعور والاحساس والذوق تاع الانسان عباره عن فن وثقافه، لانه راح تكون تقليد في معظم المنازل. انا نشوفوا دوك التزيين يعني لو كان بلمسه صغيره تزين المراه الطابله تاعها ولا كل شيء فيه جمال يبقى هو فن، يبقى فن، يبقى فن، والفنان هو اللي يحسن صناعه مثل هذه الاشكال. ان شاء الله باش راح تبداي سيده ياسمين. انا حنبدا بالمراه المستطيله. اذا المراه المستطيله اللي حنستعمل فيها المسطره كاداه بسيطه كشغله انا في المدرسه يعني. أوكي. حنقيس يعني الرياضيات حنيتبعونا وين ما نكونوا سيداتي. اكيد حتى ولا كرهتيها. دونك حنستعمل مسطره حنقيس من لهنا، حناخذ المنتصف. كيكونوا عندنا دي بواني كيما هادو فيهم الوسط تاعهم ولا عقاشه ولا كيما اللي كنت استعملتهم هنا، حيكون عينك ميزانك. ومن بعد في الوسط حندير بالماركور ان بوان نحطها، واللصقه ثانيك تقعد كل وحده واش من اللصقه تحب تستعمل. اوكي حنا نخليوك يعني كما يقولوا باريحيه، براحتك تفضلي الكرسي وامامك السيده ياسمين وخذي راحتك، واكيد كل الخطوات راح يتبعهم مخرجنا محمد لامين جنادي بالتفصيل. شكرا لك سيده ياسمين، وخذي راحتك. شكرا، ميرسي، صحه.